السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا في احوال جيده. الموضوع ديال الفيديو اللي غادي نبارطاجيه معكم اليوم هو موضوع ديال التسوق. كيف ما كتعرفوا كاين بزاف ديال الناس تيغفلوا بعض الاجراءات اللي خاصنا نديروها قبل ما نمشيو نتقداو، قبل ما نتسوقوا، قبل ما نمشيو نشريو شي منتوج معين، كيف ما بغى يكون نوعه، يكون منتوج غذائي ولا البسه ولا منتوجات ديال الالكترومنزليه الى اخره. دان هاد الحويجات هادي اللي تنغفلوها قبل ما نمشيو نقومو بعمليه تاع التسوق خاصنا نردو ليها البال، حيت كيف ما قلت لكم الغالبيه ديال الناس كيعتبروها بحال غير مضيعه للوقت والجهد. يعني فوقاش ما قال ليه راسو يمشي يتقدى، طالما جيبو فيه الفلوس اذا غادي يمشي يتقدى، ولكن العكس هو اللي صحيح. حيت كل ما خططنا للتسوق من قبل كل ما حافظنا على جيوبنا. على داكشي جبت لكم اليوم بعض الحويجات، اولا جمعت بزاف ديال الحويجات اللي خاصنا نديروها قبل ما نمشيو نتقداو. نبداو على بركه الله. دال الحويجات اللي خاصنا نديروها قبل ما نمشيو نتقداو او نمشيو نتسوقوا، اول حاجه خاصنا نديرو ما يسمى باللائحه، لائحه ديال المشتريات، يعني كاع الحويجات اللي حنا محتاجينها وباغيين نشريوها خاصنا نكتبوها في واحد اللائحه او كتسمى بالقائمه، قائمه ديال المشتريات. علاش؟ شنو الفائده من هذه القائمه تاع المشتريات في نظركم؟ اول فائده منها هو اننا باش ما ننساوش داك الحاجيات اللي حنا بغينا نشريوها. اول حاجه هي باش ما ننساوش. ثاني حاجه باش ما نضيعوش الوقت ديالنا والجهد ديالنا في الدوران في الاسواق وداخل المحلات ونوليو متعبين بالتجول في الاسواق وكنضيعوا وقتنا. دونك اللهم اللائحه ديالنا فيها جميع المنتوجات اللي حنا محتاجين ليها او جميع المشتريات اللي باغيين نشريوها. دونك غادي نسيبليو مباشره شنو المحلات اللي غنمشيو ليها او شنو الاماكن اللي غنمشيو ليها في السوق باش نتقداو، باش ما نضيعوش وقتنا باش ما نضيعوش الجهد ديالنا. ثم ثالث حاجه اللي هي مهمه في هذه العمليه ديال اللائحه اللي كنحضروها من قبل ديال المشتريات، هي نحافظوا على جيوبنا، واللي هي اهم حاجه، يعني باش نشريو غير داكشي اللي حنا محتاجينه بدون زياده او نقصان، وباش عاوتاني ما نشريوش بشكل كثير او بالكثره ومن بعد من يمشيو للدار عاد لقاو ان داك المنتوجات اصلا هي عندنا غير كنضيعوا فلوسنا، وضياع ديال الفلوس شي حاجه اللي غير مطلوبه ما خصهاش تكون. اذا ها هي اللائحه، دابا تعرفنا على الاهميه ديالها، علاش خاصنا كاع داك الحويجات اللي بغينا نشريوها نكتبوها في اللائحه. دابا هاد اللائحه هادي وحنا كنكتبوها خاصنا نردوا البال شي حويجات عاوتاني عاد باش تكون اللائحه ديالنا مضبوطه فيها جميع المشتريات اللي بغينا نشريوها. اول حاجه خصنا نشوفوا البلاكارات ديال الكوزينه ديالنا، نشوفوا البلاكارات ديالنا حيت كيكون كنكونوا كنوضعوا فيها كاع المنتوجات ديالنا اللي كتكون كتخزن لمده اطول، الزيت مثلا، السكر، مثلا الطحين، الدقيق. دونك نشوفوا هاد البلاكارات ديالنا واش مازال فيها المنتوجات ديالنا، واش مازال كاينه فيها ولا مثلا استهلكنا جزء منها باقي لينا جزء. دونك خصنا نتاكدوا ان البلاكارات ديالنا ما فيهمش هاد المنتوجات، يعني راه تسالاو لينا، على داكشي خصنا نمشيو نتقداوهم. ايضا الثلاجه، رفوف ديال الثلاجه حتى هي خصنا نراقبوها ونشوفوا الا كانت عندنا شي منتوجات مثلا فيها، نشوفوا التاريخ الصلاحيه ديالها باش الا كان مثلا تاريخ الصلاحيه ديالها قرب مثلا ينتهي غادي نستعملوها باش نستافدوا منها، وإلا كان انتهى خصنا نتخلصوا منها ونكتبوا داك المنتوج إلا كنا محتاجين ليه فعلا نكتبوا في اللائحة ديالنا. إذا ضروري هاد الحويجات، دونك نشوفوا البلاكارات تاع الكوزينة، نشوفوا الرفوف ديال الثلاجة، نشوفوا مثلا إلا عندنا بلاكارات مثلا في الحمام أو لا في المرحاض، مثلا إلا ناقصنا مثلا الصابون، المسائل اللي كنحتاجوها مثلا، شي حاجه اللي عندها علاقه بهاد الاماكن هادي حتى هي نضيفوها في اللائحه ديالنا. ثم خاصنا نشوفوا شي حويجات اخرين من غير احنا راقبنا كاع البلاكارات، احنا سجلنا كاع داك الحويجات اللي ناقصانا وبغيناها. افترضنا اننا مشينا مثلا مشينا للسوق، مشينا للسوق بدينا كنتقداو
ومين رجعنا من السوق لقينا راسنا اننا نسينا بزاف ديال الحويجات ما جبناهمش معانا، واخا كنا كاتبين اللائحه وديناها وطبقنا اللائحه بحذافيرها وجبنا جميع المنتوجات ديالنا، ولكن ملي وصلنا للدار لقينا ان كاين شي منتوجات ناقصه ما رديناش ليها البال، ما قيدناش في اللائحه دونك ما شريناهاش. اذا اشنو اللي خصنا نديرو؟ خصنا نديرو واحد المدونه، واحد الورقه تلصقوها في الثلاجه ديالنا او في شي مكان هكا اللي كيسمح لك انك تلصق فيه، بحال شي مدونه بحال شي ورقه كتبدا تكتب فيها كاع المنتوجات اللي كتسالالك. يعني مثلا انت كدير شي عمليه ديال الطهي ديال شي اكله في المطبخ ولا كتقوم بعمليه تاع التنظيف، مشيتي تقلب على المنتوج ما لقيتيهش تسالالك، اذا كنمشي لذاك الورقه اللي عندي ملصقه في الثلاجه وتنكتب فيها، تنكتب فيها اننا مثلا تسال ليا جافيل ولا تسال ليا مسحوق ديال التصبين ولا تسال ليا مثلا مركز طماطم، اي منتوج نكتب نكتب. غتقولوا لي كاينه بعض النساء اللي مثلا اميات ما قريتش، ممكن تطلب من ولدها من بنتها من اي واحد في الافراد ديال الاسره يكون قاري، تقول له جافا كولدي كتب ليا الاسم ديال شنو ناقصني، غير باش ملي تبغي تمشي تقضى على الاقل يكون كاع داك المنتوجات مكتوبه في داك اللائحه. اذا هذه حتى هي شي حاجه مهمه، هذه القضيه تاع المدونه لصقوها في الثلاجه ديالنا ولا في اي مكان ونبقاو نكتبوا فيها باش ما ننساوش ملي نبغيو نديروا اللائحه ديالنا. كنمشي نجبد داك المدونه اللي عندي ملصقه وكنبدا نخرج من المنتوجات اللي ناقصيني، يعني اللي انا محتاجه ليهم كنقيدهم في اللائحه ديالي، وعاد نمشي نشوف عاوتاني نكمل نشوف في البلاكارات نشوف في الاماكن الاخرى اللي كيكون عندي مخزنه فيهم بعض المواد. كاين واحد الحاجه حتى هي خصنا نردوا ليها البال، البلاصه اللي غادي نوضعوا فيها داك المنتوجات الغذائيه اللي كنشريوها، خصوصا داك اللي كنخزنوها هكا ما كنوضعوهاش مثلا في الثلاجه، بحال اللي قلت لكم السكر الزيت مثلا الطحين. دونك نشوفوا الاماكن اللي حنا كنوضعوا فيها هذه المسائل هذه وهذه المنتوجات هذه، واش هذيك الاماكن المساحه ديالهم كافيه باش انني نقدر نجيب منتوجات اخرى من هذاك النوع ونحطهم فيها ونخزنهم فيها. بحال مثلا مشيت مثلا الاسواق الممتازه لي سوبر مارشي ولا المحلات كبيره، لقيت عروض لقيت تخفيضات، ديري مثلا الزيت بواحد الثمن، ديري مثلا السكر بواحد الثمن، فقلت هذه فرصه رغم ان في اللائحه ديالي ما مكتوباش هذه المنتوجات، ولكن قلت العروض كاينه نستافد من العرض علاش لا، طالما رخيص في الثمن. ولكن ما كنردوش لواحد البال لواحد الحويجات، واخا يكون العرض واخا يكون نقصان في التخفيضات في الاثمنه خاصنا نرد، واش انا فعلا البال نرد فعلا عفوا البال، واش انا فعلا محتاجه لذاك المنتوج بالضبط. فاذا كان عندي باقي عندي الزيت وباقي عندي مثلا الطحين والموضوع في داك المكان اللي كنخزنو فيه وما بقاش عندي المساحه فين غادي نوضع منتوج اخر جديد، فمن الافضل بلا ما نشريه، وخصوصا الا كان مثلا داك المنتوج اللي غادي نشريه مثلا في التخفيضات وفي العروض يكون مثلا تاريخ الصلاحيه ديالو ما بقاش بزاف، فباش غادي ينفعني الا ديته وحطيته على المنتوجات اللي ديجا عندي؟ ما غادي ينفعني بوالو، غير غادي نضيعو وغادي نكون فسدت فيه الفلوس. واضح؟ اذا نتاكدوا من المساحه ديال داك الاماكن اللي كنخزن فيها المنتوجات ديالي، الا كانت المساحه كافيه وجدت ان عندي مساحه كافيه نقدر نشري منتوجات، ولكن نتاكد من الصلاحيه او من تاريخ الانتهاء الصلاحيه، حيت الا كان تاريخ الانتهاء الصلاحيه غير قصير فما عندي علاش نشريه، والا كان طويل علاش لا نستافد، طالما كاين عروض وكاين تخفيضات نشري بكميات كثيره طالما التاريخ ديال مده الصلاحيه ديال الانتهاء ديالو عفوا مازال طويله نشري. دن هادي وهادو شي حويجات اللي خصنا نردو ليها البال وحنا مازالين في الدار، يعني مازال ما مشيناش للسوق، حنا مازالين غير كنديروا اللائحه ديالنا وكنشوفوا الحاجيات اللي محتاجينها، يعني هادشي كله تنديروه وحنا مازالين في الدار. واضح؟ كاين شي حويجات اللي عندها علاقه بهذاك السوق اللي حنا غادي نمشيو ليه خصنا حتى هي نردو ليها البال، مثلا خصني نختار السوق اللي غادي نمشي ليه، واش داك السوق اللي انا متعوده كنمشي ليه؟ كاين بزاف ديال الاسواق تيكونوا في المدينه، كاين مثلا الاسواق اللي كنوجد فيها مثلا الخضر والفواكه كتباع باثمنه رخيصه، كاين اسواق اخرى كتباع فيها باثمنه متوسطه، كاين اسواق اخرى ممكن كتباع فيها باثمنه طالعه غاليه. اذا انا خصني نختار السوق المناسب ليا واللي كنلقى فيه معظم المنتوجات، يعني باش كنكون عارف راسي ماشي غادي نتقضى، دونك غادي نتقضى بزاف المنتوجات من نفس المكان من نفس السوق، وتكون الاثمنه اللي كتكون رائجه فيه تكون حتى هي مناسبه بالنسبه ليا، يا اما اسواق نكون انا متعود انني كنمشي ليها، يا اما ربما بالصدفه اكتشفت شي اسواق
جديدة يلا تفتحات وكيبيعوا فيها بثمن رخيص وفيها منتوجات عندها جودة عالية، فعلاش لا نغير؟ ماشي مشكل. دونك اختيار ديال السوق حتى هو مهم. ثم كاين اختيار ديال الاوقات تاع التخفيض، خصنا نردوا ليها حتى هي البال بشكل كبير، حيت الاوقات تاع ديال التخفيض كتكون في النهاية ديال اليوم، في الليل في العشية كيكونوا الاثمنة ديال الخضر ديال الفواكه كتقل مقارنة مع الاثمنة اللي كتكون في الصباح. غتقولوا لي الصباح كتكون الخضرة والفواكه طرية وطازجة اكثر من العشية واكثر من الليل، غادي نقول لكم ماشي دائما. صحيح ان الخضر ملي كتوضع في الاسواق كتوضع في الفترة الصباحية، دونك يعني راه كتكون طازجة بشكل اكثر من انها تدوز داك الفترة ديال اليوم كامل وهي معروضة للبيع، فمعرضة لأشعة الشمس، معرضة لبزاف الملوثات، دونك الجودة ديالها كتقل في العشية. ولكن أحيانا كنقدروا نصادفوا ولو في العشية ولو في الليل خضر وفواكه اللي مازالت طازجة أو على الأقل بقى كتحتفظ بالجودة ديالها، ما غاديش نقولوا 100% كيف الصباح، ولكن الجودة مازال موجودة فيها. واضح؟ دونك علاش ما نمشيوش نشريو في العشية في الليل؟ علاش لا؟ طالما الاثمنه غتكون مخفضه والجوده راه غتكون مازال كاينه، وهكا غادي نقلل شويه ديال المصاريف عليا. ثم خصنا نتجنبوا الاوقات تاع الذروه، الاوقات اللي تيكون فيها الزحام، وسورتو قبل المناسبات، مثلا قبل شهر رمضان، قبل الاعياد، كتلقاو في ذاك الاسبوع الاخير ولا الايام الاخيره الحلول داك العيد او لا شهر رمضان المبارك، كتلقى الناس كلها كتمشي للاسواق كتنكب كلها في نفس الوقيتة، دونك هذاك هو الوقت تاع الذروه. او من غير الاعياد والمناسبات كاين اوقات تاع الذروه اللي كتكون فيها الاسواق يعني فيها الحركه بشكل كثير، وعمليه ديال الاستهلاك والشراء كتكون بشكل كثير. نحاولوا نتفاداو ونتجنبوا هذه الاوقات تاع الذروه، مثلا قبل العيد ولا قبل رمضان ولا ما نمشوش في الاوقات تاع الذروه العاديه من غير هذه المناسبات، نتفاداو حيت كيكون الزحام، وداك الزحام تيشتت لنا الافكار ديالنا وما تيخليناش نلتزموا بداك اللائحه اللي كتبناها، وكنوليو نشريو بشكل كثير وبشكل عشوائي، وهكا غادي نضروا جيوبنا. ما نمشيوش للسوق وحنايا فينا الجوع، هذه عاده قديمه او واحد المقوله قديمه كيقول لك ملي تبغي تمشي للسوق ما تمشيش وانت فيك الجوع، حيت الا مشيتي وانت فيك الجوع بحال يعني غيولي عندك الكثره في انك تشري، وهي فعلا مقولة صحيحة، يعني أثبتت أنها صحيحة، يعني الإنسان إلا مشى هو فيه الجوع للسوق فغيلقى راسو كيشري بواحد الكميات كثيرة، وممكن غادي يشري منتوجات اللي ما محتاجش ليها نهائيا، وبالتالي لذلك نمشيو وحنا ديجا واكلين باش ما نتشهاوش باش نمشيو نشريوش بشكل كبير. بحال مثلا خصوصا هادشي تيوقع لينا في شهر رمضان، شهر رمضان ما شاء الله قبل موعد ديال الإفطار كتلقى الناس كلها في الاسواق شري 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 شري، ومني كيجيو المنزل كيلقاو بزاف ديال المشتريات اللي هما تشهوها وشريوها وشراوها، يا اما عندهم يا اما ياكلوا منها غير كميه قليله والبقيه غادي تضيع، وبالتالي كيكون تيشري غير داك الرغبه العاطفيه الجامحه غير حيت فيه الجوع، عينيه كتمشي مع اي حاجه شافها كيتشهاها كيولي يشري، داك الشراء بكثره راه عاوت مضيعه للمال. دونك نمشيو وحنا ديجا واكلين، ما نمشيوش وحنا فينا الجوع. نحاولوا ايضا ما نديوش معنا الدراري، ما نديوش معنا الدراري الصغار، علاش؟ حتى هما كيشتتوا لينا الافكار وتبقى بالنا معاهم، هدا جلس انت اجي انت فين مشيتي ما تحطش يدك على هادي، دونك كيشتتوا لينا الافكار وما كيخليوناش نلتزموا بداك اللائحه اللي حنا كنكونوا موجدينها وضاينها معنا. ثم من غير داكشي تيدفعونا الى شراء شي حويجات اللي ما حناش كنا ما كناش واضعينها في اللائحه ديالنا، علاش؟ حيت الدراري الصغار اي حاجه كتير انتباه ديالهم، خصوصا داكشي اللي فيه الوان وهذا، دونك يمشيو اثاره الانتباه ديالهم كتكون شديده اكثر من الشخص البالغ اللي كيخدم عقله بشكل اكثر. دونك غادي يدفعونا الى شراء شي حويجه يا اما متعلقه بهم هما يا اما متعلقه بالاسره ككل، دونك في هذه الحاله غادي ما غاديش نلتزموا باللائحه ديالنا. ولا كان من الضروري من الضروري ما عندنا معاه بنخليو وليداتنا وغادي نضطروا نديوهم معنا، فنديوهم معنا ولكن نحاولوا نشغلوهم يعني نكلفوهم شي حويجات وحنا كنتسوقوا، تعطيه شي مهمه وحنا وانت كتسوق
مثلا واقف ما بين شي جوج محلات، تقدر مثلا انت حدا محل كتختار خضره ولا فواكه، ومحل واحد اخر مثلا مخصص لبناء مثلا البيع مثلا المنتوجات الغذائيه، هكا المواد الغذائيه ديال المنزل، ممكن تعطي واحد الجزء من المال وتقول له ادخل لهذا المحل جيب لي هذا المنتوج، وانا هنا كنتقدر الخضره والفواكه، او مثلا سير هز معايا مثلا القفه او الاكياس اللي جبناها معنا. دونك بزاف ديال الحوايج شغلوهم بها باش اصلا ما يشتتوا لناش التفكير ديالنا، باش نلتزموا باللائحه، وباش حتى هما ينشغلوا انهم كيقوموا بشي عمليه وهما معانا، يعني راه كيعاونونا وفي نفس الوقت راه هما منشغلين في واحد الحاجه كيعملوها معانا. ثم واحد الحاجه اللي حتى هي مهمه هي اننا ما نبغيوش نتقداو، نحاولوا نمشيو بوحديتنا، يعني نتجنبوا مثلا نمشيو مع الصحابات ولا مع الاصدقاء ولا مع الجيران، ماشي لاننا ما نخرجوش مع صحابنا ولا مع جيراننا، لا بالعكس نمشيو ونقدروا كاع نتقداو شي حويجات مجموعين ماشي اشكال، لكن في التقضيه ديال الشهر او التقضيه ديال الاسبوع اللي كنمشيو ناخذوها، فمن الافضل اننا نمشيو بوحديتنا باش نلتزموا باللائحه اللي عندنا، باش ما نخرجوش على داك اللائحه، لان بعض المرات ملي كنمشيو مثلا مع صحابنا ولا مع جيراننا كتلقى مثلا جارتك ولا صاحبتك كتشري واحد المنتوجات حيت هي محتاجه ليها، لان بالنسبه ليها هذيك اولويات في المنزل كتشريها، انت ما مولفش كتشريها، تولي غتشوفها هي كتشريها يا اما غتحشم او ما غاديش ترضى، فغتولي انت تشري بحالها باش تبين لي انك انت كتستهلك داك المنتوج واخا غالي في الثمن، او حتى انت كتشري بداك الكميه، مثلا واحد كيشري قدامك 2 كيلو ديال اللحم ولا 4 كيلو ديال اللحم، وانت غادي وحاط في بالك انك غتشري مثلا غير نصف كيلو ديال اللحم ولا 2 كيلو ولا اقل، او لا غادي تشري غير شي منتوج معين بواحد الكميه قليله، فحدا صاحبك ولا حدا صاحبتك ولا حدا الجيران غادي تحشم، ما غاديش ترضى، غتقول لا وانا نشري بحالو، غتشري بحالو غتهلك جيبك. دونك اللهم ندي اللائحه ديالي فيها الحويجات اللي انا محتاجه ليهم ونمشي بوحديتي نشريهم، هذا ما كيمنعش مره نخرج مع صحاباتي ولا مع جيراني ونشري شي حويجات معاهم ماشي مشكل، لكن في التقضيه ديال السيمانه ولا ديال الشهر الافضل نمشي نديرها بوحديتي من الافضل. واضح؟ ثم الفاتوره اللي كتعطى لينا مثلا مول الحانوت او المحلات التجاريه الكبرى لي سوبر مارشي، كتمشي ملي كتبغي تخلص في لاكيس كيعطيك الفاتوره الورقه اللي فيها الاثمنه، هذيك الفاتوره حتى هي مهمه نحافظوا عليها، ماشي مهمه فقط غير باش نشوفوا الاثمنه ديال السلع اللي شريناها والمنتوجات، ونشوفوا مثلا واش الكاسيير زاد علينا لاكاسيير مثلا وجدت علينا ولا اللي خدام في لاكيس زاد علينا في الثمن، ونقارنوا الثمن ديال المنتوج مع المنتوج والجوده ديالو، ماشي فقط غير هذا الهدف حتى باش نعرفوا شحال صرفنا، شحال مجموع ديال داكشي اللي صرفناه في هذاك اليوم على اساس اننا كنتقداو للشهر او الاسبوع، وثم باش هذا يعاوننا في اللائحه الجديده، يعني ملي غنبغيو نديرو عاود شي قائمه جديده نديرو فيها المشتريات اللي بغينا نتقداوها للشهر الجاي او الاسبوع الجاي غادي تعاوننا، لان على الاقل هذيك اللائحه القديمه يعني راه فيها كاع داك المنتوجات اللي احتاجيناها في داك الاسبوع او اللي في داك الشهر، اذا غادي تعاوننا باش اننا نقدروا نديرو لائحه جديده ديال المنتجات اللي غتكون عندنا مثلا ديال الاسبوع الجاي ولا ديال الشهر الجاي. كنتمنى انني نكون عطيتكم فكره على الحويجات اللي خصنا نديرهم قبل التسوق، والفيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا اثناء التسوق شنو الحويجات اللي خصنا نراعيوها اثناء التسوق، يعني وحنا كنتسوقوا وحنا كنجولوا في الاسواق وحنا كنتقداو اشنو الحويجات اللي خصنا نهتموا بها ونردوا ليها البال. لكن شي تعليقات صيفطوها ليا على الفيديو، ولا عجبكم الفيديو بطبيعة الحال بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، وضعوا ليا تعليقات وشكرا.